لو ابنك جه عشان يحكي لك انه عمل خطأ معين، اشكره على صدقه. يبقى لازم نتعود على مدح الصدق حتى في احلك الظروف، حتى في احلك الظروف. وطبعا كلنا فاكرين قصة الشخص اللي كان هربان، فراح عند واحد عابد صادق معروف انه هو راجل من الصادقين، فاستخبى عنده فقال له احميني في واحد عايز يقتلني. فلما جاله الراجل فقال له استخبى ورا الحصيرة دي، فقال له الراجل اللي عايز يقتله قال له انت شفت فلان الفلاني ما عداش عندك اوصاف اللي هو الراجل نفس الراجل المستخبي ده؟ قال له قال له ورا الحصيرة دي. قال له ما انت راجل مخبول يعني، ورا الحصيرة دي ايه؟ وراح سايبه وماشي. فطلع له الراجل فقال له ازاي بتعمل فيه كده، انت بتسلمني للراجل؟ قال له يا ابني ان الصدق منجاه، الصدق ينجي. فالصدق بطبعه بينجي الانسان، وازاي يشكر ابنك على الصدق وساعده ان هو يفكر في الطرق اللي بيها بيصحح الغلط. يبقى دوت اول اجراء، امدحوا الصدق حتى لو كان في التعبير عن الخطأ. تاني حاجه، شجع ابنك على التعامل والتعلم مع دايما من الصادقين في كل مجالات المختلفة، لأن الصادقين همتهم عالية وبيخلوا الإنسان نشيط ويعمل حاجات كتيرة. وخاصة أن تلاقي الصادقين والله أكتر الناس اللي بيشوفهم بيعملوا في الأعمال التطوعية ألاقيهم فيهم صدق، لما يعملوا أعمال تطوعية بصدق، الأعمال التطوعية والخدمات خدمة الناس. فعلم ابنك يتعلم من الناس دي، لأن الناس دي بيبقى عمهم على إن هم يعيشوا بشكل صحيح. ولذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول خيركم أنفعكم للناس، أو ده يبقى صادق. كمان خد أولادك وروح اقضوا يوم تطوعي مع بعض، وخاصة مع ذوي الهمم، لأن ده لو حصل هتلاقيهم بيسري قلوبهم حاجة مهمة جدا جدا جدا، يسري إليهم إنهم بقوا مصادقين ويحسوا بنعم ربنا عليهم وما يصدقوش كذب أنفسهم. وعشان كده دايما علمهم ان هم يتعلموا ان هم ما يصدقوش كذب انفسهم، ان هم مش قادرين ان هم يعيشوا بالصدق. اكتر حاجه بتفتن الناس دلوقتي ان الناس بيحسوا ان هم مش قادرين يعيشوا بالصدق. لو عملنا الاجراءات دي اولادكم هتكونوا قريبين منكم، وكمان لو اضفنا على ده كله الاحترام وتعليم المسؤوليه، وكمان ان احنا نزودهم بالوعي بكل حاجه هم محتاجين ان هم يعيشوها، ونشجعهم على الصدق، وكمان نخليهم قريبين من الصادقين، وكمان نروح معاهم في أماكن محتاجة إن إحنا نعيش مع أصحابها بصدق، لما نعيش بالهمم مع ذوي الهمم بإن إحنا نعم عندنا نعم، بس هم كمان عندهم نعم كتيرة. ولازم نكون صادقين مع أنفسنا إن مفيش تمييز ما بين حد، ساعتها هنعيش حلاوة الصدق، والصدق ده يبقى ركن حياتنا، وساعتها الصدق ينجينا من شرور أنفسنا ومن الكبر ومن الإيجو، ويخلينا فعلا عارفين إن إحنا لينا رب كريم، ومهما كنا ضعفاء لكن بصدقنا وقربنا من الحق ربنا هيجعلنا أقوياء الإيمان، وكمان هينزل علينا من المدد ومن المنن اللي يفتحنا أبواب نعيم الدنيا قبل نعيم الآخرة.